القوات الخاصة للجيش الوطني الشعبي مفخرة قواتنا البرية، عرفت منذ إنشائها تطورا مستمرا في أساليب وتقنيات التدريب، مما أكسبها كفاءة عالية، فهي بمختلف وحداتها القتالية مشكلة من رجال مخلصين من خيرة أبناء هذا الوطن، يتميزون برباطة الجأش والثقة بالنفس، رجال لا يعرفون الخوف ولا التردد، مما يؤهلهم للقيام بمهام قتالية في غاية الخطورة. هؤلاء المظليون يعتمدون على قدرتهم البدنية الكبيرة وبراعتهم التامة في استعمال مختلف الأسلحة النارية والمتفجرات للقيام بمهام في كل الظروف، يتخطون بذلك أصعب العوائق التي قد تصادفهم في الميدان.